عليكم. عزدي مارسو، مصمم ديكور. فكرة جاتني من باش نعمل مسبح في السطح، ففكرة جاتني شفت بعض الجزر حول العالم كيطلعوا على بعض المناظر فحال ما هكذا، فحاولت انني نطبق ديك الفكرة. فكانت في الاول صعيبة، ولكن حاولت انني نتحدى ديك الصعوبات ونطبق هذه الفكره، فالحمد لله استطعت. وبعد واحد المجهود كبير اللي دام من تقريبا مده شهر واسبوع هكذاك، فالحمد لله استطعت وقدرت انني ننشا هذا المسبح اللي هو مسبح بلاستيكي مغلف بالخشب، وحاولت انني نلعب له على الديزاين ديالو باش نبينه راقي وفخيم. المده اللي استغرق لي هذا المسبح تقريبا مده ديال شهر، وكنت بعض المرات كنجي في العشيه كنحاول انني نخدم فيه، فشهر وشويه مثلا شهر وشي اسبوع تقريبا. فاش نزلت المسبح في موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، فكانوا بزاف ديال الكومنتيرات وبزاف ديال التعاليق وبعض الانتقادات، وكيحاولوا انهم يناقشوا بانه كيقولوا صعيب وخطر على الدار ويقدر انه يتقل على الضاله. فالمسبح ما خطر ما حتى حاجه، حيت المسبح ما كيفوتش الوزن ديالو 1500 كيلو، ف 1500 كيلو ما كتاثرش نهائيا على الضاله، حيت خصك تفوت من فوق 4 5 طن عاد تقدر تاثر واحد النسبه قليله، تقدر تعمل شقه او شي حاجه. فانا ما كيفوتش طن وشي حاجه، فالمسبح ماشي خطر نهائيا. لانني استشرت مع بعض المنعشين عقاريين مع بعض المهندسين، فقالوا لي انه ممكن ان تعمل هذا الوزن هذا في السطح. بالنسبه للناس تبارك الله تفاعلوا معايا بزاف، وكاينه بعض الناس كتتبعني كنقول لها شكرا بزاف، فالحمد لله تبارطاجا بواحد الشكل كبير في المغرب وخارج المغرب، فهذا شرف لي والحمد لله.